كلكم دا تشوفون الشاشة بنات شباب دا تشوفون الشاشة انتم قاعدين بهاي السرة فيكم تقلون تشوفوها عادي ماشي خلينا ننتظر بعد 5 دقائق ونبلش حضرتكم يعني سريعة مو هواية بس انا اريد الكل ينجمع حتى اقولكم حطوا ببالكم تفضل هاي المحاضرتين اللي اخذناها راح تدخل بالامتحان احنا لو عدنا وقت كان امتحناكم بيها يعني امتحان سريع بس هي راح تدخل بالامتحان محاضرة دكتور ضياء ما يحتاج يعني قلت لا تسوي محاضرة انا راح اعيد المحاضرة فحطوا ببالكم انه ممكن تجي صواب محاضرتكم الاولى هم كان بيها 5 صورة وهي هاي المحاضرة يعني هذا دكتور يعني هسه خير عزيزة ما اخذنا دكتور ضياء اي احنا عدي ما شفت الصراحه ناخذ ما عندي دكتور انا اسبوع لا حاضر لا هو تدخل خلي شوف وش جابكم يعني انت ما تقريبا اعاده يعني ترى ما في محاضره اي اي وهو كان المفروض اني اخذكم بس كان عندي شغل ضروري فقصد مكاني يعني هو جزاه الله خير يعني هو ما مجبور ف تقريبا هو اعادتكم المحاضرة الأولى كان في شيء وفرقنا بين البكتيريا والفطريات وشافكم شوية عن هذه ف هذا أنا أشوف إنه أعطيكم صور محاضرة شبكية ما يعني ما توصل نشوفوها ماشي خلي يكون البقية مشهوري ورقة حضور شباب بسرعة سدونا الباب بلا زحمة شباب تذكرون المحاضرة الأولى أخذناها مع الفطريات ونسيتوها نسيتوها؟ قلنا عن البنات وياي قلنا عن الفرق بين البكتيريا وبين الفطريات وعرفنا إنه البكتيريا يغطي جدارها جدارها يغطي فاتي أسيدز والفطريات يغطي الإربستيرول هاي الفرق يعني محدد هاي حقيقية النواة
البكتيريا بدائية النواة. يعني أنا سويت لكم جدول وكتاب المحاضرة شفتوه. هنا أريد نعرف ندخل بالأمراض، يعني ما نريد نضيع وقتنا بالصفات وهذه الأمراض. الأمراض عندنا أول مرض عندنا هو الديرماتوفايتس، يعني هي مجموعة الديرماتوفايتس، يعني مجموعة الفطريات الجلدية. هاي الفطريات من صفاتها إنه تتغذى على الكيراتين. إحنا قلنا الجلد شنو اللي يعني يغطي الكيراتين، هاي الفطريات تتغذى على الكيراتين بتسبب لنا مشاكل. هاي الطبقة هي مو معناها انه متى هي وراح تشد، تعتاش على الجلد بعد راح تتصل بجلد بحرية المواد، لكن هي المكان المفضل تعتاش عليه الكيراتين. شلون احنا نقول بيئة؟ متى نقول غذاء يعني وهي راح تاكله؟ هو بيئة، كيراتين تحب تقعد عليه، بيئة مناسبة بالنسبة لها، وأكيد راح تعتاش على من الجلد راح تاخذ المواد اللي تحتاجها. طريقة التغذية مالتها ما تشبه حتى البكتيريا كمان تقعد بالجسم تحتاج المواد اللي ياكلها، حتى مثلا عندنا نوع مكتوره اللي داخل الجسم ايش يدخل على جسم الانسان تاخذ منها يعني المواد وتعيش. متطلباتها بسيطه مو مثل الحشرات او تاخذ متطلب بسيط، طلب واحد اساسي وتعيش. من نقول ديرماتوفايتس وكيراتين انت ايش يجي في بالك؟ سكن نيل هير مو؟ هذني مصادر يعني هذني الأشياء اللي فيها كيراتين. نجي على مصدرها كإصابة، يا أما تكون من شخص إلى شخص إصابة، يا أما تكون من الحيوانات أو من التربة. أي التربة طبعاً مصدر كلش مهم للإصابة بالمستقبل. هاي طبعاً أنا أعطيكم نقاط أولية سريعة، ما أريد أدخل التفاصيل. أكيد دكتورة بكرة تذكر التفاصيل وأعطيكم المحاضرة بعد. بالنسبة للتشخيص ماله، فالتشخيص راح يكون بعدين راح أشرح لكم شرح سريع على التشخيص. يا أما الهيستوري مالت المريض يقول له أنت مصاب بقلل أمام، مصاب من عندك العائلة مصاب، حتى خاف يعني من أخذها من شخص في العائلة. يسألوا مثلا طبعا ياخذون عينات، وأنا سأقول أشرح لكم شلون تنأخذ العينة. إلا سمعتوا إلا شفتوا البوتاسيوم هيدروكسايد كي أو إتش، عرفتوا شنو هو هذا شنو شغلته؟ بالضبط هذا شباب، يعني من ناخذ عينه من جلد مثلا، خلينا نروح فيها على السريع. احنا من عندنا مثلا اصابه جلديه، نجي ناخذ عينه من جلد هسه البكتيريا، يا اما ناخذ خير، يا اما ناخذ يورين، يا اما ناخذ بلاز، يا اما ناخذ سبوتم او نيزل سواب مهايل او من يعني سواب او من اليورين ناخذها. بالاصابه الجلديه نجي احنا على الاصابه الجلديه سكراش، وين عادة وين يقط الفطر إذا أريد أن نجمع؟ بالطارق ما تليجي ماشي مو بالنص، ناخذ من الطارق. فمن نلقي هاي الطبقة المتقرنة القشرة إحنا نقول تاخذون سكراش وتحطوه على السلايد، يعني يفحصوا الكي أو إتش. مهمته إنه إحنا من نحط هذا السكراش اللي أخذناه على السلايد نحط الكي أو إتش راح يزود لنا الأنسجة الحية مالت الجسم، يعني الكيراتين أو أي نسيج حي موجود يذوب لنا إياه، حتى شو يبقى؟ يبقى بس الفطر ونقدر نشوفه تحت النظر. هو هذا شغلته وكلش مهم، يعني إحنا هاي بالعينات الجلدية الكي أو إتش جدا مهم ماشي، هو شغلته. أنا على بالي أسوي لكم محاضرة مال تشخيص، خلي نشوف هلا حنشوف. وأيضا الفحص النسيجي في حالة إذا كانت الإصابة عملية. البيئة مرتفعات شباب، خلينا نفوت بالموضوع بالضبط. احنا شو نسميها؟ سعفات باللغة العربية. تيني تيني شو معناها؟ سعفة. إذا سمعتوا كلمة سعفة، السعفة مال النخل يعني، بس هو تسمية العلماء سووها يعني سموها سعفة اسمها تيني. عندنا أول ديرماتوفايت تفضل، أول مرض يسموه تينيا كبايتس. شو تينيا كبايتس؟ من الصورة
هي احنا كنا تفلات حتى ما ننساها، فبايتش جايه من كابيتال. وكابيتال تجي ايضا بمعنى راس او كل شيء او او الكاب. هو الكاب هو جاي من معنى الكاب، كابيتال هو يجي على نفس معنى الراس. فتيني الكابايتس هي عباره عن مرض جلدي بالراس. شوفوا الصور شباب، انا قلت لكم بالامتحان انت ما تجي صور، احتمال جدا كبير. فلما تجي تقرا السلايد احفظ الصوره. فهنا مثل ما يقول infection of scalp and hair، ماشي، يعني راح يصير بالفروة والهير. most common in children. الترانسميشن راح يكون بالبور هايجين طبعا، او الاماكن المزدحمه او الشقات والقبعات الملوثه. لهذا من غير المناسب انه واحد الشقات تروح من شخص لشخص، ما شخصا انت الولد الكاسكيتة يمكن يلبسوها نية نفسها هو مال واحد، عرفتوا زين. فانتوا هاي مو من الصحي انه الكاسكيتة تنتقل من شخص الى شخص، ما تعرف يجوز واحد بيه ما يدري. ترى هاي الديرماتوفايس موجودة عندنا كلنا، يعني يجوز موجودة وما ندري، وتروح من حالها الى تدخل طبيب، فهو مرض منتشر يعني. فممكن المخدات بالاماكن المزدحمه، انتم خصوصا طلاب الاقسام، يعني واحد يعني مثل ما قال هو هايجي، يعني لازم الواحد يحافظ على نظافه المكان اللي يقعد فيه. لا اسمع حكي، انتبهوا بنات، راح يجي بالامتحان هذا، احنا ما راح نمتحن فيه شهري، ما راح نلحق، فراح يجي بالنهائي. اللي راح يصير هنا ديت وين سوالف هي الفراكشر. هنا بالشعر ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا الوبيشيا اللي هي شنو؟ صلع راح يصير عندنا. هنا ايش راح يصير؟ تحت المجهر الشعر ايش راح تبين؟ قريبة من السكار، من يجي نتخصى تحت المجهر راح يبين اكو عندها عقدة، يسموها احنا بلاك دوت. يعني راح يصير عندنا عقدة بالشعر سوري بنص الشعرة. هاي العقدة هي عبارة عن الفطر، هنا عايش بنص الشعرة. عند هاي العقدة تنقطع الشعرة. ماشي؟ يعني اي يعني من العقده، من مكان العقده، لان تعتبر مكان تالف قاعد فيه الفطر ومخربه يعني. انا هنا شباب قلت لكم ما جبت لكم النوع الفطري اللي يسبب المرض. دكتوره ذكرى اكيد انطرتكم مو؟ قلتيني وشنو النوع الفطري؟ هذا النظري، انا بعملي ما اريد اعرف. انا اريدكم تميزوني من الصور هذا، نحن عملي. اريد صور واريد تعرفوا لي تشخصوا لي شنو هذا. انتوا بالنظري تعرفون اكيد راح تقولون تعرفون التينيا كابايتس من يسببها والبقيه كالعاده. لا يعني هو شلون يصير؟ شوفي خليني اشوف هاي الاقلام تكتب. يعني احنا هنا مو عندنا، لا اسمع حكي. هاي الشعره خلينا نقول هذا، خلينا نقول هاي الفروة مو ده تشوفون، يعني خلينا نقول هاي الفروة وهاي الشعرة وهاي الهير فوليكل وهاي الشعرة. تصير عقدة هنا، عقدة سوداء بالشعر، لا تفهموني، وتنقطع الشعرة. عافية. يعني هو الصلع ما راح يكون يعني مرض جل، يعني هي الشعره فيها مشكله، هي الشعره راح تنصاب، فالشعره تصير ضعيفه وتنقطع وتروح. يعني مو من الفوليكل، يعني قريبه من الفوليكل اي تنقطع. طبعا هي من تبقى الفوليكل انتهت هاي الجلد كله مصاب، فهي حتى الفوليكل انصابت كل شيء انصاب. بس هو احنا اللي نميزها شلون نلقيها؟ انه ناخذ جزء من الشعره ونحطها تحت المجهر راح نلقي عقد، عقد هاي السوداء راح نعرفها. ما راح ادخلكم بهذا التفصيل يعني، بس احنا اللي نعرفه انه راح يسوي لنا صلع مثل الصور هنا بالضبط. ماشي، احفظوها للصور ويا السلايد ويا اسم المرض اللي هو تينيا كابايتس. ماشي، عندكم سؤال على هذا السلايد حتى ننتقل على السلايد السابع. بالنسبه للتينيا كوربورس، من شكل الطفل هذا شو اسمه؟ كوربورس بالجسد، اي بالجسد بالجذع، يصير يعني شكل متفرق من الجسد. احنا شو نسميها همينا؟ رينج وورم. رينجوم ليش؟ لانه الاصابه شايفها تصير على شكل حلقه، يعني الحلقه حواليها محمره مبهيجه وبالوسط تصير فاتحه. ماشي، شو نسميها؟ رينجوم. ماشي، طبعا هنا راح تكون يعني وصف لك شكل ال راح تكون يعني انيلار سكالي ليجنز سنترال كليرنج سلايتلي اليفيتد.
وراح تكون ريبنت ايج شارب مارجنيشن مارجنيشن اند تراك استمال. شنو تراك استمال فيس ترانك استمالتس اطراف وفيس هي معنى شنو؟ كل الجسم يعني. نعم كل الجسم يعني هذا الولد شايف صاير بوجهه وجسمه واكيد الا صايره برجليه وايده صايره من بيها كل بورس اي ترانك اي هاي المنطقه ترانك الجذع يعني ترانك ترانك يعني جذع شباب ها كل الجسم وراح سوينا اتشين اكيد حكه يعني مثل الحركة اللي عندي شيء أصلاً. بالنسبة للباربا باربا يسمونها باربا هاي شنو؟ هاي تيني اللحية هاي وين تصير؟ هاي تصير بمكان في الشعر باللحية هي من اسمها باللحية مو تقولوا لي وجه ما له علاقة هي تصير بمكان نمو اللحية تفضل تفضل فمن مصير مكان اللحية معناها شنو شباب؟ معناها تصير بالرجال وإذا تصير أكو أمراض تصير بالنساء معينات يسموها نساء منتحيات سامعين هذا المرض؟ يعني يصير إيه إيه فأكو عندنا حالات مرضية وراثية نساء يسموهن منتحيات تصير عندهم شوية يطلع شعر زايد فممكن يصير عندهم بيردد سبيريا مثلا اي منطقة اللحية بيردد يعني اذا بالامتحان مثلا سألته بيردد ايريا يعني ماشي منطقة اللي تنمو بيها الشعر موجودة بالرجال الادابتمين طبعا لانه بالجهاز ماكو لحية فاكيد ماكو والمرض زوفيلك شنو يعني زوفيلك شباب؟ عافية موجود بالحيوانات ويجينا من الحيوانات في هذا وين ينتشر؟ عند الفارم وركرز شنو الفارم وركرز شباب؟ يعني اهل المزارع ماشي طبعا هي اغلب الفطريات خصوصا التينيات هسه اذا تشوفها وين يعني ليش هسه راح يصيرون اطباء مثلا بطوارئ المستشفى يجوز بعضكم راح يتخصص جلدية اللي يجيكم من المرضى اللي عندهم تينيات وهاي الامراض منو؟ الفارمات اكثر شيء ليش؟ لانه راح يتكون بالحيوانات وبالتربه فعادة انا سألت تلقي من قرايبك مثلا فارما راح دائما تلقي عنده مشكلة جلدية دائما الا عنده تينيا من التينيان او عنده فيه مشكلة جلدية وداي حالة فيها يعالجها وجو اغلبهم ما يعالجوها هي من حالة يعني خلوها هي من فليش؟ لانه التماس مباشر مع المسببات طبعا راح اسوي لنا سكالن شو سكالن؟ هي يعني سكالنج يعني مثل تحشف يعني الجلد يعني راح تبعد الجلد شوية جوا خايف أو هيجي شيء فوليكيولر باستيولز يعني شنو هذول هذول مثل التقيس شلون الحب اللي فيه خايف وارتيما شنو؟ يعني بس التينيا باربا طبعا جاية من كلمة باربا حلان إذا أقول لكم أريكم تربطون كوربونس جاية من كلمة شنو؟ كورس اريدكم هيك تربطوها شباب هي طبعا هالشيء انا ربط مو علمي بس اريدكم مثلا كبايتس جايه من كار ماشي انا بدي اساعدكم حتى تعرفوها بالامتحان كبايتس مال الرئيس جايه من كلمه كار كوربورس جايه من كلمه كورس كورس شنو؟ جثه يعني جسم فيعني جسم كامل باربا جايه من كلمه شنو؟ بيرد او باربر باربر شنو؟ حلا ماشي فأريكم ليش تربطون الكلمات طبعا زي ما بس هي مستوية في شيء طبعا من تجيك انت حالة غير تشخصها تاخذ وتروح تزرع وتشوف شنو هي يعني عندنا مثلا الايكولاي العفو الستافيلوكوكس اوريوس من هيجي تسوي هيجي شكل فانت من هيجي طبيب غير بعدين على الاساس طبعا يلا يعرف العين الطبيب اللي يعرف اللي متعود وشايف هذا في دايمين شوية الإصابات مات البكتيريا شوية سوفت يعني التغيرات سوفت من بيجي يعني الفطري يعني ما أدري هالمعلومة أنا سمعتها أحد قال ليها إنه الفطريات تصير أنشف
الفرق بين الباص في اليوم كنت ترى صحيح يعني هسه هذا شو هذا مو بس بس ناشف انشف يعني الاصابه الجلد انشف يابس بس عندك الفيروسات هم يسوون انت امراض جلديه يسموها بكرياسس بكرياسس روزي فاشوال هم يسوونها شكل يشبه الكيمياء بس الفرق ما انه ما راح يكون الي بيتي ما يسوي سكار مجرد احمرار وحكه فالطبيب راح يعرفه من شو الكاميرا راح يشوفها مو الي بيتي ماكو سكار ماكو تقشرات من الشغلات يقول لك هذا فيروس ماشي لو بس لون بس لون على الجلد اي لا اي احمرار وشويه تقشر بسيط بالجلد بس مو اليفيتد ما تحسه ملتهب ما مسوي لك حلقه اليفيتد وهذه فيعرف الطبيب انه بسيطه عاده الفيروسيه ويتركوها وينطوه انتي فايرال اذا حب المريض ياخذ اذا ما حب يتركه بس البكتيريات لازم تتعالج لانه انا اكو صور يعني اقبع من بيتي ما نزلت اللي عنده فضول يروح يكتبين يا بابا ويقرب بالجوجل ويشوف كل الصور بالضبط انا من اختاريت الصور بجوجل اختاريتها حسب الاعراض اللي قايلها هو لان اكو صور تشوه الوجه بالكامل يعني فمثل ما قلت لكم هو بيها قص لكن ناشف الى حد شلون البكتيريا تقيحيه من صفاتها اللي هي بايجينيك يعني تفتح قيح وايد الفطريات لا نعم بالنسبة للتينيا فاسي جاي من كلمة فيس مو هاي أصير بالفيس مو بالبيردد إيريا ماشي يسألنا باربا بالبيردد إيريا مو منطقة اللحية الفاسي فيس هي راح تصيب الفيس بس شنو مو منطقة اللحية إذا معنى شنو ممكن تصيب أي أحد مو شباب خليكم وياي يعني احنا قلنا بمنطقه اللحيه قلنا لو تصيب الزلم بشكل عام لانه عندهم لحيه والنساء المرتحيات اللي عندهم امراض مثلا معينه وعافيه او هرمونيه التينيا فاسي تفضل مو بالبيردد ايريا بس هي تصيب الفيس فمعناها راح تصيب النساء رجال بالمنطقه اللي فوق اللحيه رجال هم مو كل وجههم لحيه يعني هاي المنطقه الخشم القصه بالنسبه للاطفال ممكن تصيب والنساء فمثل الصور شفتوا هنا هاي صايره هاي مثلا طفله بنيه صاير عندها وهذا الرجل ما كل لحيه ما عندها لحيه اي كل الوجه يصير فمو مهم هنا مرات اكو حالات الزلم يجون عندهم باربا وفاسي نفس تلقي عندهم بمنطقة اللحية وخارج منطقة اللحية فهذول يشخصون انه عندهم الاثنين عندهم باربا وفاسي ماشي لانه احنا قلنا الزلم صار عندهم منطقة اللحية باربا فاذا صار عندهم خارج منطقة اللحية شنو نعتبرهم؟ اي عندهم نوعين يعني تسميات على الساج اي على التسميات على المكانات وعلى المسبب الممرض انفلالات وايد بالنسبة للتينيا فاسي مثل ما قلنا itching burning مثل ما تشوفون هنا صاير وراح يكون أسوأ من يتعرض الشخص للشمس طبعا هاي الحالة أنا شافتها كل شبوعية مؤخرا يعني شفت عدة أشخاص عندهم هاي الحالة وهاي طبعا قايلة يوصف لك شكلها راوند يعني للرين باتشز برزن طبعا هنا راح يصير ليجنز راح يسوينا سكالين وريز ايج مثل ما قلت لكم عادة يميز الفطريات انه شوية راح تكون ليجن رايز يعني مو مسوحة مسحوية جلد شوية راح تصير فيها ارتفاع ليش؟ نتيجة لنمو الفطريات وهاي الفاشلة اكيد راح ترفع لك منطقة الجلد فراح تنمو يعني هسه اذا نجي نكشط من الصحافة قشط وروح نفحص راح نلقي هاي الفاشلة بسبب السكتر ابيرنس ديس ديرما توبايس نوين تينيا انكوجنيتو اذا سمعتوا مصطلح تينيا انكوجنيتو هي نفسها الفاسي ماشي انكوجنيتو كانت تجي بمعنى شيء سبتر شو يعني من يعرف معنى سبتر؟ لا سبتر بمعنى يعني شيء موجود بشكل مبهم ماشي وسبته بمعنى يعني فتشي على الخفيف فهموني فتشي موجود بشكل مبهر يعني على الخفيف نفسه هو مرادف كلمة انكوغنيتو هذه ف
فهاي انا طيب في تسميات ثانيه في حاله سمعتوها بالمستقبل شنو انكوجنيتو هي نفس الفاعل بسبب شكلها النوب المبهم يعني بيقولوا شكلها شنو يعني احتمال حساسيه معينه يوز اتشنج لانه تصير عاده هيك حالات فمو كلش مطلعه مسويت لنا يعني تقرحات وهيك شغلات مجرد هيك احمرار عجلت ماشي طبعا اللي راح يخربطون بيها يشوفون يقولون هاي قامت بالبالغة او هذه انت من تشوفها عند شخص غير ملتحي وطالعت له منطقه اللحيه وانت تدري شخص غير ملتحي طفي الاذنيه اذا مو بالغة ماشي وايد يخربطون شباب بالامتحان يلقيها بصوره والصوره مبينه انه طفل او بنيه او مريه وطالع هنا وهاي المنطقه ويقول لك عليها بالغة ماشي فرقوا البالغة بس عند اهل اللحيه اي شيء تلقوه بالوجه ما عنده لحيه فهو فاسد ماشي هي نفسها الفاسد هي يسموها عاده البروبلم ماشي التسميه ثانيه يعني لا لا شباب اللي حالق لحيته وطلع له مو معناها هذا فاسي بعده بالغ يعني اقول لك هو شخص ملتحين ان كان حالق وان كان ما حالق ماشي ما دام شخص تطلع على لحيه قاعد تفهموني الولد احسهم ضاعوا يعني اذا واحد اللي حالق لحيته وطلع له بوجهه لحيته هذا بعده بالغ مو شرط جلد هو يعني هسه مو دليل البارما اكثر شيء موجوده بالجلد ليش لانهم ملتحين فراح تطلع مسحه اللحيه يعني جبت اشخاص اللي تنزين عادي طبيعي طالع لها بارما ليش هو عنده لحيه هاي مسحه طلعت اي يعني تطلع هي مو شيء مساله مو بالشعر اذا طلع او ما طلع هي منطقه هو شخص ملتحي يعني تطلع له لحيه فتصير هاي المنطقه اذا هي بارما اذا فوق اللحيه هاي منطقه الخدود هاي فاس ماشي فطبعا الصور في اللخه ما حطيتها فالرجال طبعا عاده نحط الصور هيك واضحه نجيب البيض لان احنا الصور ما تبين كلش يعني راح تبين ما تبين الحمار وهذا تبين بس بالعت البيض تبين الاعراض كلش اوضح فعباره عن شايب كبير يعني وجهه كبير وعنده هيك لخلوق وابيض هذا وجهه كله متغطي وهذا يحطوه يا جماعة البارة ويحطوه يا جماعة الفاسي ليش؟ لأنه هو بيئة حاكين هو رجل إذا نعم تطلع له حتى هو مزين وجهه يعني ما بي شعر بس طالعت له منطقة اللحية فهاي يشخصوها بارة واللي فوق منطقة اللحية فاسي فهو رجل عنده حاكين ماشي؟ مو قلت لكم المواقع مهمة شباب احنا نشخصها نسميه على المواقع يا قلت لكم المواقع فاسي بارة نسميه هم على الموقع الإسلامي ليش تحشون بنات؟ ترى اللي ما يريد يحضر ومو عاجبه خليه يطلع، أنا ما أريد أحد قاعد يتأف أف بايج. ماشي هي تنعاد عليكم أنا قلت لكم لأنه ما راح تمتحنون بيها شهر، وراح أجيبها بالنهائي، وراح أجيب صور. فإلكم يعني طايج من الإعادة مشكلته شو أسوي له؟ فائدة لكم والعاد أنا عندي 100,000 شغلة يعني بس جد قلت خلي أعيد لكم إياها تستفادون بيها تجي بالنهاية فاللي ضايج خل تطلع عادي ما أصور شيء التينيا بيدس شباب شنو التينيا بيدس هاي من أهم أنواع التينيا وأعتقد صايرة عند أغلبكم خصوصا بالشتاء من الجواريب والأحذية شنو التينيا بيدس يسموها الأكلت فود عادة تصير عند رجلين الرياضيين انتم يجوز انتم شطار طلعت طبيه يجوز ما لعبتوا مثل البقيه جماعه الاداره الاقتصاد التربيه مو قضيتوها قرايه كل حياتكم فما لعبتوا ما لعبتوا طبعا ما لعبتوا طبعا ابدي مو تقول شطار يعني ما قضيتوها ف حتى الولد الطبيعي مو الا رياضيين يبي يلعب طوبه يوميه لابس جاروته وحذاءه ويلعب راح يصير عنده هاي الحاله تشققات بالقدم قاعد تشوفون هاي الحاله شباب انه حتى ممكن يطلع دم يعني داكم درجه يطلع دم ومرات يصير فطر بالاصبع من تيجي تفكر الاصبع تلقي فطر فطر ومؤلم جدا ودموي وكلش يعني او مرات مجرد بس تقشرات المهم هو بالحاكي يصير كلش مؤلم للي ينصاب
فهاي الحالة احنا نسميها اثليت فود. ليش؟ لانه الرياضي من الصبح لليل هو لابس الحذاء مالته، سواء كان لاعب كرة قدم او يعني كل الرياضات اللي تستوجب انه يلبس حذاء يعني طوالي بفترة طويلة، لانه هو من الكتل راح يصير. فهاي راح يصير يعني سكارينج، ويعني مثل ما قلنا ممكن يصير خطر يعني يطلع دم، يعني مو خطر مجرد بالجلد اللي فوق، ومرات يمتد كل القدم مو بس الاصابع، ومرات السوب مالت القدم باطن القدم ايضا راح يصير فيها سكارينج وارثيما وايضا السايد اوف فيت، يعني معناها كل الفيت ماشي؟ كلها حتى الميل. مو احنا هسه راح نجي بعد النوع عندنا نوع هم راح يصير بالميل اكيد اخذتوه. فالاثليت فوت راح يعني كل الفوت ماشي؟ وطبعا هاي تسوي اتشينج وبرنينج وكل هاي الشغلات. هاي ما عندكم سؤال عليها؟ بينا المانع شباب هاي راح تصير 1 اور 2 هاندز، هاي تصير بالايدين بس بالشك مال الايدين. وعادة تصير باللي عندهم تينيا بيبز. ليش؟ تينيا بيبز راح تصير بالاطراف، احتمال راح تنتقل واحد يحب فراح تنتقل عليه. طبعا هو البيبز مصدر، يعني هذول التينيات اللي شرحناها شباب كلها ممكن مصدرها بيبز ماشي؟ كلها ممكن، يعني مين لك مصدرها؟ من تجي واحد عنده باربه او عنده كاسي او عنده ايده قبل يشوفوا رجلك صاير بيها قبل؟ يسألوا الطبيب، لانه احتمال مصدرها بيبز ماشي؟ لانه انت مثلا كشخص عادي ما متعرض لا لامس حيوانات ولا رايح تفلح بالتراب مثلا ولا نط مختلط، بس ممكن تلعب رياضه ماشي؟ فممكن راح تاخذها من الكمر مثل ما قلنا بالجاروبه والحذاء، فاحتمال راح تصيب رجلك بيوم من الايام. فالطبيب يقول لك انت لما ما متعرض ولا مختلط هي تجي الا صايره برجلك مثلا فدمانه، فممكن بقيه التينيات كلها تكون سبب من الرجلين. لا تفهموني شباب، يعني هسه واحد صاير بيه باربه وفاسي وما شنو يقول لك انا ما مختلط منين جتني؟ بقول لك صايره برجلك مره يعني مؤخرا، لان احنا كانسان عاديين عايشين بالمدينه ما متعرضين للفلاحه والحيوانات، منين تجينا يعني تينيا؟ الا اذا بيدز ماشي؟ قلنا بيدز راح تصير عند الكل، انتم لاعبين طوبه فما تعرفون ما صايره فيكم، بس كل اللي لاعبين طوبه صايره فيهم، ومرحله ما راح تعرفون خصوصا مرحله المراهقه. فالبنات لا يختلفون لان ما يطلعون ولا يلعبون طوبه. فبالنسبه للمالم نادى يقول ممكن هم من البيدز، واحد يحط رجله مثلا وانتقلت له. مرات ايد وحده او الايدين راح يصير مرات هنا بالباب او مرات بالظهر بالحالتين يعني ممكن تصير. شوف هاي الصوره هنا شلون صاير، هذا تقريبا طبقه الكيراتين الجلديه مقفوله تماما، هذا طالع اللحم الحي الادم الجو، فالجلد طبقه الجلد رايحه كلها يعني متاكله كلها متقشره رايحه. ف مثل ما كلهم طبعا نفس هاي سكالينج ارثيما، طبعا هنا ممكن راح يكون شابه الاكزيما. شايفين الاكزيما؟ الاكزيما شو سببها؟ من شو يقول لي؟ عفية اوتو اميون، ومرات فايروس مرات فايروسات بس هي بشكل عام اوتو اميون. فيقول لك هنا مشابهه للاكزيما. بالنسبه للتينيا كروريس هاي وين تصير؟ منطقة الحوض. ها شباب تصير منطقة الحوض. راح تصير مور كومن مين دان وومن. وهمين اسوشيتد من تينيا بيدز. قلنا تينيا بيدز مصدر من كلهم، لأنه معرض جدا الإنسان إنه يتعرض لها يعني بشكل أسرع يعني من بقية الأعراض. تصير عادة من التمبرتشر والهوميديتي هاي. بهذا عادة دائما يوصون إنه الإنسان من يلبس ملابس داخلية أو الملابس التحتية إنه دائما تكون قطنية تهوية جيدة. الملابس اللي تصير بيها نوع من النايلون هاي ما مرغوبة تماما، لأنه هي مصدر للأمراض كلها. كل مناطق الجسم لازم تتعرض للتهوية ماشي؟ فالإنسان عادة يلجأ للأقمشة القطنية أمانة، خصوصا منطقة الحوض ماشي؟ ف
حتى يخلص من هاي الامراض ما تكون طيار بالفيروسات وهاي السؤال. فمن يصير شخص يلبس يعني مثلا الملابس الداخليه مالته بيها نايلون بيها كتمه ما تسمح لي دخول الهواء ممكن معرض لهاي الاصابه. طبعا هنا راح يصير بيرمينج فلورايتس باستيوس بيزلز يعني تشوف الصور شلون صايره و سكالينج ليجنز رايز بوردرز مثل ما قلنا كل البطريات كل التينيات تتميز انه راح تكون فيها رايز بوردرز. ماشي ماشي واضحه شباب واضحه الصور. بالنسبه عندنا التينيا الاخيره هي التينيا انجو اللي هي شنو؟ بالنيلز. هاي واضحه اوضح تينيا عندنا بيها اللي هي الفطور راح ينمو تحت النيل. ماشي هي ليش تصير صفرا النيل؟ جوها راح تنفصل عن طبقه الجلد. ماشي النيل من ينفصل عن طبقه الجلد ما يظل في شيء غدي ما ظل اويه دميه غدي بس يصير تقريبا يسقط النيل. سامعين مصطلح يسقط يعني خلاص انتهي. هذا طبعا نهايته انه ورغم المرض كلش صحيح نهايته انه النيل يسقط يعني يطلع الواحد مو اني اضيف على واحد جديد ورا ما ينشاف الا لازم اكو جذر لازم اكو جذر. اي هذول اللي يعذبوهم المصاري ويشلعون النيل مالتهم يطلع لهم نيل جديد لازم كسر مو شلع. اي كم فهذا انفكشن اوف ذا نيل. ماشي وهو يعني يسموه سبسي اوف انكو اونكيو مايكوسيس ويسبب اليست. شباب يست مو مولد اللي يسبب كل هذه شيء هاي فات كلها مولد هاي يسببها يست. الريسك فاكتور شباب هاي وين راح تشوفوها عندكم انتم اجداد وناس كبيرين بالعمر مو شايفينهم تقريبا اغلب كبيرين العمر اظافرهم هيجي شايفين خصوصا جماعه السكر. جماعة السكري ليش هذا السكري ريسك فاكتور. ماشي بورلي فيتنج شوز اللي يلبس يعني احذية كل ضيقة عليه وهم يعني اذا اكو تينيا بيدز شايفين التينيا بيدز قد مؤثرة هم اذا واحد صاير عنده اثلت فوت يعني صاير عنده رجليه كلها صاير عندها تينيا بيدز يعني وقت عنده اصفر ما يصير فيه مثلا هم راح يصير فيه انفكشن. انتوا من هذا كله شفتوا انتوا انه شباب الكتم سبب ظهور هاي الامراض لانه احنا الفطريات او البكتيريا ترى منتشره بالجو هسه بكل مكان فانت لا تعطيها مجال انه تنمو. ماشي يعني واحد يتجنب انه يعني هاي الجن وانتوا كلكم يعني عايشين بمدينه ونظاف ان شاء الله ماكو يعني ماكو مشاكل من هذا النوع. بس بالنسبه اذا صح لكم وشفتوا رجل او امراه كبيره بالعمر بيهم سكري افحصوا اظافرهم فراح تشوفون انه عندهم كيمياء عندهم. ماشي؟ شو رايك؟ تحتاج يعني تحتاج اكسجين؟ بلي بلي لا بلي الفطريات الايروبيك تحتاج اكسجين موجود اكسجين يعني هو الكتم ترى ما حتى اذا الكتم الشيء ما راح يصير ان ايروبيك يعني اكو نسبه من الاكسجين يعني حتى تكتم شيء تماما من الاكسجين هذا تحتاج كل شيء. اي مو تتوفر له ظلمه رطوبه درجه حراره 25 معتدله هي لما الفطر شو يريد الفطر؟ درجه حراره معتدله من 20 الى 25 هيوميديتي وظلام. هو شو يسوي بالضوء؟ قابل عنده كلوروفيل وظلام كذا. طبعا لا مو يعني تهيجي لا ما في بس يعني ينطوا مرهم ينطوا علاجات. طبعا الفطريات اللي يميزها عن البكتيريا انه علاجه كلش طويل طويل للامد جدا بمعنى يعني قبل اشهر يلا يلا يطيب المريض من المرض مثل البكتيريا يعني البكتيريا طيب بالاقصى شيء 10 ايام انتي باتي وبيتي طيب يعني اذا مو ريزيستنت. فهاي محاضرتكم شباب يعني اني ما ردت اثقل عليكم محاضرات لانه احنا اصلا نعطيها متاخر ما بعد الناطر وعلى امتحانكم انا ردت اعيد لكم اياها لانه ما التحليل بها انتهى.
فالموضوع اللي صالحكم انتوا يعني مو الي. عادي ممكن هو يعني فطر عادي هذا اللي يصير عند الامهات هذا ايه ايه بس الاخت تفوت من يصير عنده هيجي وهو رياضي مباشره يقولوا له بيجي ما بيها مجال ولا ليش يصير هيجي؟ الانسان ما يتصرف بدون سبب.